تفضل. السلام عليكم، محمد امين المولهي، ناظر بالمستشفى الجهوي بيجا. حبيت نحكي لكم على الحادثه اللي صارت يوم الجمعه الفارط، حيث توجه نفران للمستشفى قصد زياره مريض مقيم بقسم الاقسام المستشفى الجهوي بيجا، الا وانه معناها الحارس تعرض لهم باعتبار زياره ممنوعه خلال الجائحه بالمستشفى. صار اعتداء عليه بالعنف، تدخلت معناها قصد تريض الجو معناها، ومعناها الخطر الحاجه الحكايه خذت اكبر من حجمها، تدخلت الا وانه صار الاعتداء عليا كذلك، فهمتني، صار دفعي وخنقي معناها وكذا من قبل النفرين هذوما. قمنا بقضيه في الغرض، تكررت الاعتداءات داخل المستشفى، اصبحت النقطه الامنيه ضروره قصوى باعتبار ما عندناش في الوقت الحالي حاضر نقطه امنيه. الاعتداءات هذه مش اول مره كيف. مش اول مره، اصبح معناها مؤسسه كيف عريقه كيف المستشفى الجهوي بيجا، اي واحد معناها عنده اي اشكال يقوم بالاعتداءات، الا وانه فما مسؤولين موجودين كانوا ينجموا معناها يتصلوا بهم والا يتحولوا لمكاتبهم معناها ويدمروا، واحنا ناخذوا لهم حقهم، احنا مجعولين لهنا باش ناخذوا حق العباد، فهمتني، كو سوسوا معناها مظلوم ناخذ له حقه، اما مش بالطريقه ذي. العنف راهو مرفوض، راهو احنا نحكيه توا في مؤسسه عموميه، ماناش نحكيه معناها في الشارع، احنا رانا ندعو المواطنين للتريث، يعني اللي عنده مشكله يتوجه لنا نحلوا له اشكاله، ما غير عنف، ما غير ضرب، ما غير حتى شيء، معناها وكهو شكرا معناها ان شاء الله صوتي يوصل للحكومه هذه وللمسؤولين، فهمني، خلي ياخذوا قرار. واهم حاجه نزيد نص عليها اللي نقطه امنيه لازمها تكون موجوده في المستشفى، وشكرا. عبد النوري تفضل. صباح الخير، على السلامة، مرحبا سي عزيز. عبد النور الموسي، كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بباجة. احنا البارحة عملنا وقفة احتجاجية على اثر الاعتداء اللي صار على زملائنا، السيد الناظر العام سي امين المولي، والسيد الاولو وعامل الحراسة سي رمزي، زميلنا رمزي. هذه نحن مساندة للتكرار هذه الاعتداءات على عوان الصحة، وإن رغيفنا اليومي كل يوم، ونحن الاعتداءات علينا متكررة، فهمت. نحن عملنا وقفة احتجاجية، أولا مساندة لزملائنا، وثانيا للمطالبة بنقطة أمنية، فهمتني، أكيدة أخطة أمنية في أقرب الأجال، على خاطر نحن لهنا في المستشفى الجهوي بباجة ما عندناش نقطة أمنية، نجي ونتصوت ونتضرب وواد وما يجينا الامن الا بعد ساعه، ساعه غير ربع بعد ما تتفضل الامور، ويتهكموا علينا ويصوتونا ويضربونا، من بعد يجي الامن، فهمتني اخويا. نحن نطالبوا، وهذه نحن نادينا وعيطنا وكلمنا السلطات الجهويه الكل، فهمتني، الله وفي بالها الاداره نتاعنا، في بالها المدير الجهوي، السيد المدير الجهوي في باله، السيد الوالي والاطراف الامنيه في بالها، ما عليهم الا اتخاذ القرار الفوري، ويعني وتركيز نقطه امنيه، هذا ينطلبوا به اكيد اكيد جدا، ولا تراجع عليه، وراه في صوره ما ماهوش باش تركز لنا، مش باش تتركز نقطه امنيه، رانا باش نمشوا للتصعيد. هذا اللي صار البارح، نظرا لان تكرار هذه الاعتداءات ماشي تجي مره في الفعل، هذه كل يوم الاعتداءات ولات، وبالعنف اللفظي والمادي، يعني توا هاني يعني نحكي في الموضوع، وتوا الطبيبه خرجت تصيح وتعيط، يجوني باش يعني يتهجم عليها المواطن، فهمتني؟ مش معقول هذا، باش دولة يعني ما تحميش يعني أعوانها، وفي مؤسسة وعون يخدم يؤدي في واجبه ويجي يعتدي عليه، ومن بعد الاعتداء يمشي السيد يسيبوه ويمشي على روحه، تلقى تدخلات ويسيبوه، ولا حياة لمن تنادي. وهذه نحن عايشتنا اليومية في المؤسسات الصحية، فتوا نحن شادين صحيح في المستشفى الجهوي بباجة، أعوان ونقابات والفرع الجامعي والنقابة الأساسية شادين صحيح في تركيز نقطة أمنية ولا غير ذلك، نقطة أمنية ضرورية جدا،
وهذا بلاغ يعني نوصله للسلطة الجهوية والسلطة المعنية لتنفيذ هذا الطلب، وشكرا.